نتواجد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة هنية. ارتقى هنا 10 شهداء في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبت في هذه المدينة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بها، حيث تشن سلسلة استهدافات خلال الأيام الماضية ارتقى فيها عشرات الشهداء. هذا المنزل الذي سوته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأرض والمكون من 4 طوابق يحاول الأهالي هنا أن ينتشلوا جثامين الشهداء. هناك 7 شهداء كما يقول الأهالي تحت أنقاض هذا المنزل، لا يستطيع رجال الدفاع المدني انتشالهم في ظل عدم تمكنهم من الوصول إلى الطابق السفلي من هذا المنزل، حيث أن المعدات وكل ما يلزم للانتشال دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا أن هذا المنزل يقع بين أزقة مخيم الشاطئ ولا يمكن الوصول له بسهولة في ظل هذا التلاصق الذي نشاهده في المنازل. صار الساعة 2 PM، 2 إلى 2 PM، تفاجأ الجيران بسماع صوت انفجار. جينا على الحدث لقينا 3 شهداء، طلعوا 3 شهداء، وباقي موجود 7 شهداء. حاولوا تنتشلوهم؟ بنحاول بس ما فيش إمكانيات يعني اللي نطلع، يعني على قد إنه نفتش تفتيش، أما نطلع بنادمين. عائلة الشهداء؟ عائلة هنية، أبو غازي هنية. لا مثل هذه الاستهدافات المفاجئة، والله أنا بقول لك إحنا كجيران تفاجأنا في الصوت. الصوت كان مكتوم على قد البناية، في أضرار في عند الجيران وإصابات ناس. إيش رسالة تقول للعالم؟ رسالة للعالم إنه يتفرجوا علينا، يعني كأمة إسلامية وعربية بتفرجوا علينا. أنا مش فاهم يعني إحنا إيش عاملين، إيش عاملين؟ ناس بتدافع عن أرضها، عن حقها في الوجود، ليش الناس العالم واقف ضدنا؟ هاي رسالتي. يحاول الأهالي هنا استخراج جثامين الشهداء 7 المتبقين تحت الأنقاض بجهود فردية وبسيطة في ظل تعطل يعني كل ما يلزم لانتشال جثامين هؤلاء الشهداء من تحت الأنقاض، خصوصا أن مثل هذه الاستهدافات للمنازل وتدميرها وتسويتها بالأرض لا يمكن انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاضها إلا بمعدات خاصة بالدفاع المدني. هذه المعدات دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، ولم تدخل أي من الجهات الدولية أي من هذه المعدات. نشاهد هنا حجم الدمار الهائل والواسع في هذا المنزل المتكون من 3 طبقات في مخيم الشاطئ. سوي هذا المنزل بالأرض ويصعب انتشال جثامين الشهداء من تحته نتيجة هذه الغارة القوية لمنزل عائلة هنية، وهي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. هذه الصورة لحجم الدمار الكبير والهائل. تحكي لنا ايش الجهود كلها بتبذلوها؟ قضيان
الساعة 2 بالليل. درب. هذا على الساعة 2 بالليل ضرب الدار صاروخ، طلعنا نجري، طلعنا ثلاث شابين ومرأة، وضلوا سبعة تحت الأنقاض لسه، سبعة انفار ضايلين، لا في دفاع مدني يجي ولا في إمكانيات نرفع الشهداء من تحت. هينا قاعدين بندور على فتحة نقدر نصل للطابق الأرضي، مش قادرين. كم طابق المنزل هذا؟ أربع طوابق، واللي قاعدين فيه في الطابق الأرضي قاعدين، الأربع طوابق نازلين عليهم. طلعنا ثلاث شهداء، ضايل سبعة من عشر تنفار، عشر شهداء في المنزل. إيش رسالتك للعالم في ظل هذه الاستهدافات؟ إيش رسالتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل على الدول العربية اللي سايبانا بنموت زي هيك. كل اللي في الدار كلهم أطفال وبنات، فيش لا قادة ولا حماس ولا هذا، مدنيين زينا زيهم، كل مدنيين، حسبي الله ونعم الوكيل. بس هاي رسالتي. يعني هذا المنزل المكون من أربعة طوابق كما نشاهد، كيف حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ركام في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. هذا المخيم الذي كان من أول المناطق التي تدمرت من العدوان البري الإسرائيلي، الآن تستكمل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدميره في بمثل هذه الغارات الإسرائيلية المفاجئة. هذه الغارات تخلف دمارا هائلا أيضا في منازل وممتلكات المواطنين، حيث تتلاصق هنا المنازل ببعضها البعض، وهذا حال المخيمات الفلسطينية حيث تشهد اكتظاظا للأهالي. مثل هذه الغارات تخلف مزيدا من النازحين في مراكز الإيواء. هذه المراكز المكتظة هنا ارتقى عشرة شهداء من عائلة هنية، انتشل الأهالي ثلاثة شهداء ولا يزال سبعة آخرين تحت الأنقاض، ليضافوا إلى آلاف الشهداء الذين لم يتم انتشالهم حتى هذه اللحظة في ظل تعطل معدات رجال الدفاع المدني. محمد شاهين، الجزيرة مباشرة.